مهندس هتان عرب هو ضيفنا اليوم في استديو الشبابيك. حياك الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم هتان، كيف حالك؟ الحمد لله. محتارين نحن، محتارين نحن، عارفين كيف نعرفك يعني. مجالات كثير مختلفه ما شاء الله. الله عليك. تبغيني ابدا من فين؟ من محل ما انت ترتاح. طيب، انا دراستي كانت الاساسيه اوكي هندسه الطيران، درست في امريكا الحمد لله وخرجت وجيت هنا، التحقت بخطوط السعوديه، بعد كده اخذت شهاده ثاني من جامعه الملك عبد العزيز للاوبريشن مانجمنت والكواليتي اشورنس، فدخلت مجال حاولت اربط بين الهندسه الطيران والكواليتي اشورنس. بعد كده دخلت في موضوع السوشيال ميديا وقلت كيف اقدر استفيد من مجالي الاساسي. ايوه، احنا هذا كنا بنفكر فيه، انت كيف ربطت ما بين هدول؟ ايوه بالضبط، فقلت خليني استفيد من دراستي السنين دي كلها وشغلي والاكسبيرينس حقتي اللي عندي هذه واستغلها في المجال هذا اللي دوب طالع. كان قبل سنتين خلاص كان البومينج حق موضوع الايفنتس وفين الحفلات وفين الفعاليات والترفيه بشكل عام. فقلت اوكي انا حكون ديستينجويشد، حكون مميز بين الناس اللي بتعمل، تعرفين دحين الكل ما شاء الله بالعاده تغطيه ورافع جواله. بالضبط، انا هنا وانا هنا، سواء بنات او شباب كله قاعد يقول انا هنا وانا هنا وشوف ايش بسوي. قلت لا، انا ابغى اسوي حاجه مميزه، ان انا حقول لهم اوكي كذا كذا، لكن في الاخير في نص التغطيه وفي الاخير حقيم لهم الايفنت هذا، انا نقول لهم كل حاجه عنه واقول لهم ايش ميزاته وايش عيوبه، في الاخير اختيار لهم يبغى يجوا ولا ما يبغوا. تمام، التقييم هذا طبعا مو منظورك الشخصي. طبعا التقييم هذا لاسس، ايش المعايير والاسس اللي انت ماشي عليها؟ طبعا المعايير والاسس هذه جات من خبرتي في المجال اصلا، في مجال التدقيق والكواليتي، فحطيت لنفسي معايير معينه اقدر ارجع لها في التقييم، وحطيت لها كمان نقاط. تمام. يعني من 1 ل 10، فالمتابعين عندي بيشوفوا والله اوكي هذا حط في الايفنت هذا 8 من 10 اعطاه، لا اتس وورث ات، يعني خلينا لازم نروح. أيه. اما 5 او اقل مثلا حيقول لا خلاص، غير محمس. الا اذا طفشانين. خلينا نسولف على المعايير هذه بالضبط. أيه. ايش المعايير اللي انت ممكن تصنف فيها هذا الايفنت؟ اوكي، مثلا انا حاطط 10 معايير، من ضمن المعايير هذه السلامه في الايفنت. الشيء الثاني انا كمان مره يهمني جدا التنظيم نفسه. ثالث برضو مثلا ممكن يكون نفس الناس اللي بشغاله، هل هي مبتسمه للناس؟ ابتسامه مهمه مره جدا. زي لو رحتوا مكان ناس كشرين كذا ما حد حي، وانا جاي انبسط مكان ترفيهي، الاخير هو ترفيه، انا ماني جاي، بالعكس ابغى اكون مبسوط وانا داخل اتفرج. خلينا نقول واحد مثال اخير، مواقف السيارات. اذا والله في، شايفه كيف هذا الكلام؟ انه والله في مواقف كثيره، كفايه قريبه بعيده، عاملين فالي باركينج ولا لا للناس الفي اي بي، هذه كلها برضه اخذها في عين الاعتبار واحط لها تقييم. ممتاز، انت دخلت هذا المجال بشكل مختلف، خلينا نقول عن الناس اللي جو يصوروا. نعم.